السلام عليكم، اسمي احمد بحيصي. الحمد لله قدرت اجيب المركز الثالث على مستوى العالم في مجال علوم النبات، ومن بعد الله ما كان اقدر اجيب شيء زي كذا الا من الدعم اللي جاي من معمل البروفيسور سليم بابي اللي هو في الريقه في جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم، معكم اريج ياس بجوي من اداره تعليم الرياض. هذه السنة كنت من التيم السعودي أو الفريق السعودي الممثل للمملكة في المحفل العالمي للعلوم والهندسة آيسر، والحمد لله حصلت على المركز الرابع في مجال الكيمياء على مستوى العالم. أنا طالبة هاني عبد أحمد من درس الجامعة بالمنطقة الشرقية، وشاركت هالسنة في آيسر 2022 في مشروع في مجال علم المواد، حيث أن مشروعي كان عبارة عن تجميع الطاقة المتجددة عن طريق مواد البيروكسيد، والحمد لله فزت بجائزة خاصة من موهبة وأيضا جائزة كبرى في المركز الثالث في مجال علم المواد. أنا دانا محمد العثان، كنت أحد طلبة المنتخب المملكة العربية السعودية الممثل في المعرض الدولي لعلوم الهندسة آيسر 2022. شاركت في تخصص الكيمياء بمشروع إنتاج الهيدروجين بكفاءة عالية من حمض الفورميك بواسطة حفاز من الروثينيوم. الحمد لله بتوفيق من ربي ودعم الجهات المسؤولة صرت أول سعودية تحصد المركز الأول بتخصص الكيمياء، بالإضافة إلى جائزة خاصة مقدمة من موهبة. السلام عليكم، أنا طالب عبد الله الحمدات، أحد الطلاب اللي شاركوا في آيسر 2022. بحثي عبارة عن فص الموية باستخدام محفز كهربائي للأكسجين وهيدروجين. اشتغلت في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبعد مدة طويلة من الشغل أكثر من 9 شهور متواصلة الحمد لله شاركت في آيسر في المركز الثاني في المركز الثالث بالإنرجي. معكم طالب عبد الله بن عبد العزيز القامدي من المملكة العربية السعودية. أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على دعمه الكبير لنا خلال مشاركتنا في أكبر معرض علمي دولي للعلوم والهندسة، معرض آيسف 2022. الحمد لله حصلت على المركز الأول على العالم في مجال الطاقة وجائزة الشاب العالم. اسمي فاضل يونس من إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية. اليوم وصلنا إلى نهاية رحلتنا في آيسف، كانت رحلة مليئة بالتحديات وممتعة، تعلمت منها الكثير. أود أشكر موهبة وزارة التعليم ومدرستي مدرسة الخبرة الثانوية وجامعة الملك عبد العزيز وكان. نصيحتي أوجهها للطلاب اللي بيشاركون السنوات القادمة أن تبدأوا تشتغلوا مبكرا على مشروعكم، سجلوا في إبداع. معكم فيصل خويطر من إدارة تعليم الرياض. مشروعي كان في علوم النبات، تحقيق اكتشاف بكتيريا نافعة في جذور نبات الزيتون، ولله الحمد قدرت إني أفوز في المركز الثاني في آيسف 2022، والآن أكلمكم من مطار أتلانتا الدولي، راجعين الحمد لله ورافعين علم وطننا بأرقام قياسية ما في دفعة في تاريخ العرب المملكة قدرت تسويها. معكم الطالب اللطيف حسام الغنيام. اليوم نختتم مشاركتنا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022، كانت تجربة أكثر من رائعة، كانت أعظم التجارب في حياتي. وصراحة أشكر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اللي أنا أقمت فيها بحثي، أشكر موهبة اللي أتاحت لنا هذه الفرصة العظيمة. أنا الطالبة مريم العبد الباقي من إدارة التعليم الشرقية بالثانوية الأولى بصفوة، مشاركة مع الوفد السعودي في مسابقة آيسف في مجال العلوم الطبية الانتقالية، والحمد لله فزت بالمركز الرابع على مستوى العالم. السلام عليكم ورحمة الله، أنا الطالب منصور المرزوقي من إدارة التعليم الرياض. الحمد لله هذه ثاني سنة لي مشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، وأول سعودي يحقق جائزتين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، المركز الثاني على مستوى الهندسة البيئية والطاقة في نفس الوقت. أنا الطالب مهند العماري من إدارة التعليم الرياض. مشروعي كان عن توفير بديل رخيص للخلايا الشمسية الحالية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل. أنا الطالب علي من إدارة التعليم مكة الكرم، شاركت في آيسف 2022، الحمد لله حققت المركز الثالث على مستوى العالم في كاتيجوري الله وبركاته. معكم يوسف خوجة، أنا من إدارة التعليم جدة، مشارك في معرض آيسف للعلوم والهندسة. مشروعي كان عن التطوير الرقمي لأنظمة الاتصال التماثلية باستخدام الراديو المعرض الرمادي. اشتغلت في بحثي في جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية. أحب أشكر الدكتور حكيم دكتور طلال العطار، وأحب أشكر موهبة على هذه الفرصة وعلى هذه التجربة العظيمة اللي خضتها.